بيتزا هوت دوج للمبتدئين، سهلة وسريعة وعجنتها هشة. يلا نشوف طريقتها ازاي. 250 ملي مية دافية، نضيف عليهم معلقتين خميرة فورية، معلقة سكر، ونسيبهم لحد ما يفوروا. وبعد كده في طبق تاني اللي هنعجن فيه نحط كيلو دقيق، وعليه ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة ملح، معلقتين كبار حبة بركة، مع ربع معلقة صغيرة بصل باودر وتوم باودر، واتنين معلقة حليب باودر، ده للطعم. بنقلبهم كويس جدا عشان بعد كده لما نيجي نضيف الخميرة ما يكلكعش مننا في جزء واحد. بنعمل حفرة صغيرة ونضيف فيها الخميرة الفورية مع المية، ونبدأ بعد كده نضيف معلقتين كبار من الزيت النباتي عشان تكون هشة شوية. هنبدأ بعد كده اللي احنا نقلبهم بالمعلقة او اللي احنا نقلبهم بايدينا، مفيش مشكلة. اهم حاجة في العجينة مش شرط ان هي تكون ناشفة قوي ولا تكون طرية قوي، لما بتكون محتاجة مية بنزودها لما يكون بس الدقيق اختلط. لو محتاجين اللي احنا نزود دقيق عادي مفيش مشكلة، ممكن نزود دقيق. زي ما انتوا شايفين دلوقتي احنا بنبدأ في العجن كويس جدا لحد ما تكون العجينة متماسكة. بنبدأ اللي احنا نعملها الحركة دي عشان ندخل فيها الهواء من جوه، وبعد كده نحط عليها زيت من بره ونغطيها بفريش راب او اي شنطة كده بلاستيك عشان ما تلزقش، ونغطيها ونسيبها في درجة حرارة الغرفة او مكان يكون دافي. وبعد كده نبدأ اللي احنا نلمها شوية عشان نبدأ اللي احنا نشكلها في كل صينية. نيجي بعد كده نعمل صلصة البيتزا. اي صلصة طماطم عندنا بتاعت مكرونة هنضيف عليها زعتر عادي جدا. وبعد كده في الصينية بنحط سميد اللي هو الدقيق بتاع البسبوسة، ده بيبقى حلو ان هو بيخلي من تحت مقرمش وما تلزقش في الصينية نفسها. وبعد كده ناخد جزء من العجينة ونبدأ نفردها. لما بنقلل سمك العجينة هتطلع مقرمش، لما بنزود سمك العجينة بتطلع اللي هي تكون هشة وعالية شوية على حسب احنا حابينها ازاي. مقدار كيلو الدقيق بيعمل حوالي 3 صواني كبار للبيتزا اللي هي مقاس 32. لو اول مرة نجرب اللي احنا نعمل عجين ممكن نجرب نص المقدار، ولو حلو معانا نزود طبعا. وبعد كده نفرد عليها طبعا صلصة الطماطم. اي حشوة عندنا هنضيفها، عندنا لحم مفروم مسجوق، احنا دلوقتي هنعمل هوت دوج. وبعد كده نجيب اي خضار عندنا، فلفل رومي مثلا متقطع، ما عندنا طماطم بنحب الطماطم نضيفها، الزيتون الشرايح، والجبن طبعا بنحطها عليها، جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، جبنة رومي، اللي موجود نحطه نديها طعم اكتر. الاحسن اللي احنا بعد ما بنضيف عليها المكونات الحشو بنسيبها ترتاح شوية على اساس ان العجينة تاخد راحتها، ولما نيجي نحطها في الفرن تكون حلوة. الفرن يكون متسخن من قبلها على اعلى درجة، وبنسيبها من 10 لربع ساعة، مش مشغلين الشواية عشان ما تتحرقش من فوق. بنقطعها مثلثات وبنقدمها بالهنا والشفا على الوجه. مستنية رأيكم.